في التعاون وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين الجزائر والصين وتعميقا للعلاقات التاريخية والنوعية القائمة بين البلدين الصديقين في شتى الميادين، وقع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطلة ممرة ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين خولي فانغ عن بعد على الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق والخطة الثلاثية لتعاون في المجالات الهامة 2022-2024 بين الجزائر والصين.